تكمن في رغبة أصحابه بتقديم مثال على الاجتهاد وخلق فضاء للنقاش والتداول بخصوص جديد الأفلام، إمكانيات ذاتية لكن بإرادة قوية. ونحن في جماعة طنجة كما تعودنا دائما نعدكم أننا لن ندخر جهدا من أجل إسهام في مزيد من التألق لهذا الموعد السنوي مستقبلا بكل ما أوتينا من قدرة على الدعم والاحتضان. في الختام نتمنى أن يكون ضيوف طنجة قد قضوا وقتا طيبا في مدينة طنجة، ولكم مني أطيب تحية. الأستاذ عمار أحمد بشير آل إبراهيم رئيس الوفد العماني والممثل للجمعية العمانية للسينما ومدير مهرجان عمان السينمائي أيضا، مهرجان مسقط العاصمة، الحاضر معنا اليوم. أبت إذن أو أبى الوفد الرسمي العربي الكبير الذي شرفنا في هذه الدورة المميزة من دورات مهرجان طنجة للفيلم تحت شعار طنجة تتنفس السينما، أن إلا أن يكرموا سيادة العمر الأستاذ منير الليموري. أنا تشرف طبعا بحضوري في هذا المهرجان الجميل، مهرجان طنجة للفيلم، ويسعدني مقابلة كل الحاضرين، وألف ألف ألف شكر لمدير المهرجان على استضافتنا في هذا المهرجان الطيب الجميل. العروض السينمائية طبعا أنا شفت كذا فيلم، الأفلام المغربية والأفلام الخارجية. الأفلام المغربية جدا جميلة جدا جدا، ولكن أنا مستغرب أن عدم انتشارها في العالم الأفلام المغربية. إيش السبب؟ يا ريت نعرف إيش السبب، إيش أسباب عدم انتشار السينما المغربية في الخارج. الفيلم إذن الفائز بالجائزة الكبرى المغارة الذهبية لمهرجان طنجة للفيلم في دورته الثانية عشرة. وفيلم مغربي أولا. فيلم مغربي إذن، تحية للإنتاجات المغربية. مغربي ولكن إنتاج مغربي بريطاني، وهو تحت أقدام أم. بتسليم الجائزة الكبرى لمهرجان طنجة للفيلم في دورته الثانية عشرة تحت تصفيقات مدينة طنجة. يعني فوز الفيلم في مدينة طنجة اللي هي أصلاً القصة الحقيقية حصلت فيها قبل عقود من الزمن، شيء مشرف وشيء مفرح، ونشكر مدينة طنجة ونشكر المهرجان بالتأكيد، وشكراً لكم. قصة الفيلم؟ قصة الفيلم يعني مستوحاة من قصة حقيقية لأم تضطر أن تترك أطفالها، فالفيلم يعني يتعمق في هذه اللحظة اللي الأم تترك أطفالها وما معنى هذا الشيء، وتتعمق في نفسية الأم اللي والظروف اللي أدت فيها أن تترك أطفالها. وهذا الموضوع الحقيقة معقد، بس من الضروري أن نلقي الضوء عليه. جائزة أحسن صورة للفيلم الفائز رماد لمصطفى فرماتي، يتسلم الجائزة منتج الفيلم السيد محمد الهوري تحت تصفيقاتكم، تحت تصفيقات مدينة طنجة. أنا جيت سعيد بهذا التتويج هذا في المهرجان الدولي للفيلم بطنجة. هذا التتويج هذا هو تكليف أكثر ما هو تشريف. علاش؟ لأن كحملني واحد المسؤولية باش نزيد نجتهد أكثر، باش نزيد نعطي كاع داكشي اللي عندي، باش نزيد نحسن أنا المردود ديالي من ناحية ديال السينما ومن ناحية ديال الفن. مدينة طنجة بجمهور ديالها بالسكان ديالها مدينة جميلة، مدينة الفن، مدينة الحب للسينما. الفيلم الفائز بجائزة الجمهور هو The Old School، المدرسة القديمة من السعودية لعبد الله. يقدم
الجائزة سيادة المدير العام لمهرجان طنجة للفيلم الأستاذ محمد سعيد السربوح. فاز فيلمي المدرسة القديمة بجائزة الجمهور في مهرجان طنجة السينمائي للدورة 12. سعيد جدا بزيارة هذه المدينة الجميلة، وحب أهلها للسينما يحفزنا أكثر أن ننتج بشكل أقوى للسنين القادمة، نزورها إن شاء الله بالحب إن شاء الله والمسرات يا رب. استمتعنا بوجه جديد لم نره مسبقا للسينما المغربية، سعدت بمشاهدة العديد من الأفلام القصيرة المغربية سواء الأنيميشن أو الروائية، وإن شاء الله نشوف السينما المغربية دائما تشرفنا في المحافل الكبيرة يا رب. نجاح الدورة 12 اللي دز أجواء رائعة، أجواء احتفالية كبيرة بحضور جنسيات متعددة من كل مختلف أقطار العالم، تمثلت فيها القارات الخمس صراحة بحضور لجان تحكيم دولية راقية جدا وعالية وذات جودة عالية. أربع المسابقات، ثلاثة منها دولية، مسابقة الأفلام القصيرة الروائية والقصيرة الوثائقية والقصيرة التحريكية، كانت حاضرة بقوة في هذا حفل التتويج، حيث شاهدنا عربة لجان تحكيم عن مدى التنافسية الكبيرة التي كانت بين، وأن النتائج لم تكن سهلة على خصوصا على بالنسبة لهم لاتخاذ القرارات فيما يخص الجوائز. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. عزيز دائما ما كنتش كنبغي التكريم، لأن التكريم هو تكليف، وتكليف كيكون وزن ثقيل يعني باش لابئ ديالو ثقيل كيكون، وبمجرد التكريم كنت كنرفض التكريمات كاملين، وهذا تكريم، وإذا ما قبلت هذا التكريم غنكون خائن طنجة وخائن بلادي، وقبلته بكل فرح وسرور. والمسؤولين بهذا التظاهر ناس طيبين وكانوا في المستوى. تصفيقات مدينة طنجة التي تشهد بنجاح هذه الدورة الاستثنائية.